السلام عليكم مشاهدينا الكرام أينما كنتم. أبو عمر كنيته ونينوى مقر عمله. قبل انتمائه لعصابات داعش كان أحد أفراد تنظيم جيش الراشدين الذي انتمى له عام 2008. تنقل في العديد من مفاصل التنظيم الإجرامي وشغل العديد من المناصب. اليوم من داخل التوقيف يتحدث في برنامجنا عن تاريخ انتمائه للتنظيمات الإجرامية وما هي أهم العمليات التي اشترك بها حتى لحظة القبض عليه من قبل أبطال خلية الصقور الاستخبارية. الإرهابي علي إبراهيم محمد من مواليد 1966 انتمى لتنظيم جيش المجاهدين الإرهابي عام 2008، ثم جدد بيعته لداعش الإجرامي عام 2012، وكني داخل التنظيم بأبي عمر. اشترك في العديد من العمليات الإجرامية منذ انتمائه. اعتقل عام 2019 على يد أبطال خلية الصقور الاستخبارية. شغل العديد من المناصب وتنقل بين ما يسمى الاقتصادية المسؤولة عن جمع الأموال من المعامل عبر فرض الأتاوات وديوان الصحة، ثم عمل في توزيع ما يسميه التنظيم الكفالات. اسمك؟ علي إبراهيم محمد. مواليد؟ 1966. سكن؟ شرقاط. اللي هو تنظيم هذا جيش المجاهدين، بال 2008 بايع جيش المجاهدين، بعدين تحولت بال 2012 للدولة الإسلامية. يا ولاية؟ الولاية قاطع جنوبية. نعم. يا مناطق ايش منه؟ نعم. قاطع الجنوبية بنينوى؟ نعم. كنيتك؟ أبو عمر. شو المناصب اللي اشتغلت؟ بالنسبة للدولة الإسلامية الاقتصادية. اشتغلت على الاقتصادية. وبعد؟ اشتغلت على الاقتصادية عن طريق شخص علي، اسمه علي. تاريخ اعتقالك؟ نعم. تاريخ الاعتقال؟ الأولي يعني؟ بال 2008 اعتقلت الأمريكان. وبعد؟ بعدين تقريبا سنة ظليت. الاعتقال الثاني؟ الاعتقال الثاني اعتقلت بال 2010 سيدي والله. وهسه آخر شيء؟ ها؟ وهسه آخر شيء؟ آخر شيء 15/1. يا سنة؟ 2019. تاريخ انتمائك؟ 2008. شنو كان عملك وياهم؟ جندي. بعدها اعتقلت؟ بعدها اعتقلت نعم. وبعدها؟ بعدها والله تقريبا سنة بالسجن طلعت. ثم؟ نعم. وبعدين؟ بعدين بايعت الدولة الإسلامية. بايعت ومنو أخذ منك البيعة؟ أخذ البيعة مني شخص اسمه علي. نعم. من الهيشل، قرية الهيشل تابع للشرقاط. اسمه الكامل؟ ها؟ اسمه الكامل؟ علي محمد هلال. كان لحل القوات الأمنية ما بعد 9 نيسان 2003 آثار سلبية. استغلت الجماعات التكفيرية الفراغ الأمني في بداية تشكيل الحكومة ما بعد تغيير النظام السابق لإنشاء الجماعات المسلحة الراديكالية، أبرزها القاعدة وأنصار السنة والنقشبندية وجيش الراشدين والجيش الإسلامي، وصولا لداعش الإجرامي. واستخدمت تلك الجماعات وجود القوات الأمريكية ذريعة لتنفيذ مخططاتها التكفيرية والوصول إلى غاياتها التي بانت بعد 2014 عندما أعلنت داعش قيام دولتها المزعومة. كان الإرهابي الملقب أبو عمر أحد الأفراد الذين انخرطوا بالتنظيمات الإرهابية، وتحديدا عام 2008 حيث نفذ معه العديد من العمليات الإجرامية ليلقى القبض عليه بعد أشهر قليلة، ثم أطلق سراحه بعد عام تقريبا ليعتقل عام 2010 أيضا. وهنا كانت نقطة التحول الكبيرة لدى المكنى أبو عمر، حيث انتمى عام 2012 لتنظيم داعش الإجرامي. خلال السنوات القليلة ما قبل احتلال الموصل، فرض تنظيم داعش الإرهابي
نفسه بقوة داخل مدينة الموصل والأقضية والنواحي التابعة لها، حيث تمكن من التوغل بقوة الإجرام داخل المدن عبر ترهيب المدنيين. وفرض في تلك الفترة أتاوات على أصحاب المحال التجارية والمعامل والمصانع والأطباء والمهندسين وميسوري الحال، وكان يستهدف بشكل إجرامي كل من يمتنع عن منح الأتاوات للتنظيم عبر الاغتيال المباشر أو العبوات الناسفة، ذلك بهدف تغطية تكاليف العمليات الإرهابية التي كان ينفذها، ويمنح عناصره مبالغ مالية بهدف عدم ترك التنظيم. حملت على الاقتصادية، خلوني على الاقتصادية تقريبا. وقيت بالاقتصادية؟ نعم. شنو كان واجبك؟ واجبي منصبك أو بالتحديد؟ بالتحديد كواسطة نقل، يعني أنقل الأموال اللي يجيبها هذا الشخص إلى الموصل. منين كنتوا تجمعون الأموال؟ الأموال يعني حسب ما افتهمته من عنده من المعامل. معامل المحلات، يعني اكو ناس ها؟ معامل شنو؟ معامل حصو. بأي منطقة؟ يعني من الجنوب تقريبا، قاطع الجنوبية كلها. المناطق اذكر لي اياها. من الحمام والشرقاط. الحمام؟ ايه. بيارة الشرقاط، نعم. شرقاط؟ نعم. هاي المناطق بتجمع؟ نعم نعم نعم. المعامل فقط لو بعد؟ اللي افتهمته من المعامل المحلات. المحلات؟ نعم. شقد كان واردكم الشهري؟ والله أنا تقريبا يعني يدفع لي نوبات دفترا، يعني مو شيء يعني. نسبة الأتاوات اللي كنتوا تفرضوها على المعامل، شقد لكل معمل وشقد لكل محل؟ والله هذه ما هم يفرضونها، أما أنا شغلتي أنقل الأموال. يعني الوارد الشهري كان يتراوح بين جهة؟ والله تقريبا دفترين نوبات ثلاثة. يعني انت بدورك شو تسويه؟ نعم؟ انت بدورك كل من توصل؟ انا بدوري اكو شخص هنا بالموصل اسمه حجي سلام. حجي سلام؟ نعم. شنو كان منصب حجي سلام؟ منصب هو الاقتصاد الاداري مال الاقتصادية العام. بعدها والله فترة هم من سجن. نعم. وطلعت. ورا ما طلعت اشتغلت ويا شخص دكتور قتيبة. نعم. كان مزيون سابقا وياي وعرفه. اشتغلت. يا سنة. نعم. يا سنة هذا. قلت لك 2013 دكتور قتيبة. نعم. شو كان منصبه؟ كان منصبه هنا على الصحة. اي. فداومت وياه بالصحة، يعني مو كجندي. عادي. بعدين صار اللي التحرير، عملية التحرير الجيش، هو قتل. تخفى الإرهابي المكنى أبو عمر بعد تحرير الموصل داخل المدينة، حيث كان يتنقل في كل فترة بين مناطقها مستخدماً هويات مزورة، لكنه طوال تلك الفترة لم يقطع اتصاله مع التنظيم الإجرامي، حتى تلقى اتصالاً من أحد قيادات التنظيم لتكليفه بعملية توزيع الأموال على عوائل هلك عناصر التنظيم خلال عمليات التحرير المتبقين داخل المدينة. كان عندي واحد شخص يخابرني على مود الرواتب مال. شنو اللي طلبه من عندك؟ طلب من عندي يعني اساعدهم بالتوزيع الرواتب. كفالات؟ نعم. نعم. نعم كفالات. توزيع الكفالات للعوائل؟ نعم. طيب شنو اللي سويته انت بدورك؟ بدوري اشتغلت، يمكن وزعت مرتين. اللي يجيبون المبالغ اللي يجيبونها من غادي انسرقن مرتين، يعني انسرقن مرة وزعت والمرة الأخرى وزعت وهم انسرقن. طيب شنو آلية اللي كنتوا
تجمعون بيها الاسماء هاي العوائل وشنو الطريقه اللي كنت تجمعها بيها؟ مبادره تجي مواد من سوريا. المن تسلمها انت؟ هم يسلمونها عن طريق الموبايل ينزل اياها. ينزل لك عن طريق الموبايل شنو المبادره مكتوب بيها؟ البادره فلان يعني اسم الشخص يعني كنيته ولا مو بالاسم. كنيته الشخص العايش والميت؟ اي نعم نعم. شنو نعم؟ يعني فلان ابن فلان مثلاً فلان ابن فلان ابن فلان عائلته هالقد أطفال هالقد سلموا هالقد. إيه. هذول موجودين لو مقتولين هذول؟ لا مقتولين. يعني هاي كفالات مال من؟ للأطفال بس. للأطفال وعوائلهم؟ نعم نعم. دواعش. نعم. طيب. إيش قد عائلك اللي كانوا تحت أمرتك أنت كنت توزع لهم الكفالات؟ والله تقريبا بالخمسين بيت ايش 50. نعم. وين يتواجدون هذول؟ قسم هنا وقسم خارج، يعني قسم بالموصل وقسم خارج الموصل. وبعد؟ ايه ما خارج. شلون كان يستلمون من عندك؟ عن طريق نساء يعني مش خابرهم لان يدزون ارقام الموبايلات. ايه ايه خابرهم؟ نعم خابرهم واعطيها مثلا المجموعه اللي تابعت لهم، يعني مثلا هذا الاسم ست اسماء او عشر اسماء. انطيها كامل يقول هذا مال عشر اسماء وتروح. وهي توزع للبقية؟ نعم نعم. ايش عن هالطريقة هذه؟ ايش قد كانت كفالة كل عائلة؟ والله تقريبا ثلاث اوراق، اربع اوراق، ثلاث اوراق، اربع اوراق. منين كنت تستلم الاموال انت؟ الاموال كان شخص يجي بالشارع ينطيني. شخص؟ نعم. ايش قد كل فترة كنت تستلم؟ كل او كل ايش قد كنت تستلم؟ مرتين استلمت. كل بين ايش قد فترة مالت؟ يعني بين كل شهرين. ايش قد المبلغ؟ دفتر ونص، دفترين، دفتر ونص. كشفت اعترافات العشرات من عناصر داعش الإجرامية، ومنهم الإرهابي علي إبراهيم المكنى أبو عمر، عن عشرات حالات السرق التي ينفذها عناصر التنظيم فيما يسمى ديوان المال والهروب خارج البلاد. واستمرت عمليات السرقة تلك حتى بعد تحرير الموصل، حيث أشار المكنى أبو عمر إلى أن مسؤولي ما يسمى بالكفالات قاموا بسرقة أموال من الحوالات التي تصل للموصل، وهذا دليل على تفكك التنظيم وانهياره بشكل كامل. هي كل عائلة تقريبا ثلاثة أوراق أربعة أوراق، هم يدزون يعني مو بس هالمبلغ هذا بس يروح بال شلون يروح يعني بوقوع؟ نعم نعم يبوقون. نعم يبوقون. هاي الظاهرة كثرت في بعد التحرير؟ ايه. شنو السبب؟ يعني يبوقون ويطلعون تركيا، يعني مرتين دزوا مبالغ مثلا يدزون خمس دفاتر، يبوقون ثلاثة يخلون اثنين، ثلاثة يطلع بيهم تركيا ويخلون يعني عناصر التنظيم يبوقون فلوس و... نعم نعم قاموا يستعملوا هالطريقة هذه. يعني ما كانوا يخافون من عقاب؟ لا 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 لا. شنو السبب انه كثرة هاي الحال عندهم داخل التنظيم سرقة اموال؟ تخلخل تفلش. شلون يعني؟ يعني ماكو خوف، ماكو ما ظلت خلخلوا ما ظل يعني ماكو مصداقية بعد داخله؟ لا لا ما ظلت مصداقية. شو النساء اللي كانت تعمل معاك مجال توزيع الكفالات؟ نساء نفسهن هن اللي قد أعداد؟ ها؟ قد أعداد هن ومنو؟ والله تقريبا كم مرة كانت تعمل تحت يدك؟ تقريبا 10 15 مرة. يعني اللي اللي تابعت يعني اللي تابعت لهن الكفالات. ومن داخل التوقيف يوجه الإرهابي المكنى أبو عمر رسالة لعناصر التنظيم أو من يفكر بالانتماء والانخراط في صفوفه، وما هو الحكم الذي تلقاه بعد عرضه على القضاء العراقي؟ شنو الأسباب اللي خلتك تنتمي للتنظيم؟ والله ما يعني تعدى سنوات 2008 واعتقلت اكثر من مره وانه نعم. رجعت وبعدها ايضا 2017 ايضا رجعت.
شنو السبب إصرارك؟ السبب والله قلة الشغل، شغل ماكو. وبعد؟ وأكو ضغط هم علينا. من التنظيم. إيه. إيه. شو كان يضغطون عليك؟ يضغطون علينا، إحنا كنا نشتغل على الأمريكان، بعدين اتهمونا إنه أنتوا نقشبندية و. إيه. أنتوا نقشبندية وأنتوا. بعد. إيه. فضغطوا علينا، يضغطون علينا في شغلات و. شو توجه رسالة لعناصر التنظيم هسه؟ نعم. شو توجه رسالة لعناصر التنظيم؟ والله عوائل التنظيم. أوجه لهم يتركون هذا الشغل كامل. عوائل التنظيم تتجه إلى الطريق الأسلم، إنه يتبعون طريقهم الصحيح ويعرفون هالشغلة هذه والله. لأن هذا وضع يعني، وهذا أنت محكوم حالياً؟ نعم. شنو حكمك؟ إعدام. معنا اليوم أيضا في قبضة القانون إرهابي آخر ألقي القبض عليه من قبل أبطال استخبارات ومكافحة إرهاب نينوى داخل مدينة الموصل. بايع تنظيم داعش الإجرامي أواخر 2014 وعمل ضمن صفوف ما يسمى الشرطة الإسلامية. يحكي لنا ومن داخل التوقيف كيفية انتمائه للتنظيم الإرهابي، ولمن أعطى البيعة، وأين، وما هي المهام التي كلف بها، والعمليات التي اشترك بها مع أفراد زمرته الإرهابية في الموصل. الإرهابي قصي علي حيدر من مواليد 1977 انتمى لصفوف داعش الإجرامي عام 2014، عمل ضمن ما يسمى بالشرطة الإسلامية في الموصل، كني أبو يونس داخل التنظيم، كان أحد العناصر المشرفين على سجون تنظيم داعش الإجرامي. اعتقل في تشرين الأول عام 2018. الاسم؟ قصي علي حيدر. مواليدك؟ 1977. سكنك؟ موصل حي سكر. التنظيم؟ الدولة الإسلامية. الولاية؟ نينوى. القاطع؟ الموصل. الكنية؟ أبو يونس. المنصب؟ جندي. تاريخ الاعتقال؟ 17/10/2000. لا، العام الأول، صار لي سنة يعني، سنة إلا. تاريخ الاعتقال؟ 17/10. أي سنة؟ 2018. تاريخ الانتماء؟ بعد دخول داعش خمسة أشهر، هيك شي فترة يعني، 5 أشهر 6 أشهر. وين بايعت؟ بالموصل. وين؟ حي الوحدة جامع صابري. من هو أخذ منك البيعة؟ شخص أجهل يعني، بيعة جماعية كانت. دخلت الدورة؟ لا لا. لأنه عندك خبرة خادم عسكري دخلت الدورة؟ أنا خادم عسكري، نعم. لا ومريض كنت يعني. وين نسبوك؟ شرطة إسلامية. شنو كان منصبك؟ جندي. من كان مسؤول الشرطة الإسلامية؟ كان أبو ماجد أبو زيد. اسمه الكامل تعرفه؟ لا لا. شنو واجبات؟ واجبات هذا المقر كانوا اللي بيعون بالتنظيم، اللي بيعون عند يعني يدزوهم وين؟ مثلا الشرطة تطلب 20-30-40 واحد بحاجة، يجيبوهم هنا، من هنا ينسبوهم على هذه، على مراكز الشرطة. حاول تنظيم داعش الإجرامي أن يضفي صفة المؤسساتية كصبغة لكيانه المزعوم، فعمد إلى تقسيم أعمال عناصره
بهدف التفنن بعمليات القمع والتنكيل بحق المدنيين في المناطق التي يسيطر عليها، فأنشأ ما يسمى الشرطة الإسلامية والمرور الإسلامي وجهاز الحسبة والأمنية وغيرها من المفاصل القمعية الوحشية، حيث عملت تلك المفاصل ومنها ما يسمى الشرطة الإسلامية على اختطاف المدنيين وتعذيبهم وابتزازهم وأخذ الأتاوات منهم بحجة الإفراج عنهم، فيما أعدم التنظيم الآلاف من أبناء مدينة الموصل وتفنن بتلك العمليات التي طالت جميع أبناء المدينة ومكوناتها دون استثناء. اليوم ومن داخل التوقيف يتحدث الإرهابي أبو يونس عن دور ما يسمى الشرطة الإسلامية في المدينة والواجبات المناطط بعناصرها ومن كان مسؤولاً عما يظنه التنظيم تحقيقاً جنائياً مع المدنيين المختطفين ممن يخالفهم في العقائد والسلوك والممارسات. تابع للشرطة الإسلامية المرور بعد هاي بس المرور تابع ليش والمراكز الشرطة كلها عام كانوا مساجين هنا؟ مساجين نعم كانوا يجون يجي أعدادهم كانت؟ والله كان أعدادهم وهنا يجيبون ما يخلوهم بنفس اليوم يحولوهم اللي على الحسبة يودوه على الحسبة اللي يشوف اللي على التدخين على والتدخين مكافحة التدخين. اختصاص الشرطة الإسلامية كان على المخالفين مراكز الشرطة يعني اللي يخالف الأوامر اللي مثلا سرقة تحرش شكوى واحد مثلا يشتكي على شخص اعتدى علي سوى يعني شوف كل هاي الأمور. من المخططين اللي كان أبو زبير اللي هو راسل الشرطة الإسلامية بعد أسامة أخو أبو مصطفى أبو البيعات. شقد أعدادهم المحققين؟ المحققين كان أسامة ولد اسمه أسامة القاضي معروف معك واحد كله تعرفه. وبعد؟ وأبو زبير هو هذول اثنين الرئيس. ما لي علاقة بمركز الشرطة كل مركز بي محقق. شو تقول عصابات داعش؟ أقول لهم والله ظلمونا ظليمة وهذا أهل الموصل خطاهم وشباب هاي أهل الموصل كله برقبة تنظيم داعش الإرهابي. كل هاي الشباب اللي تسميهم داعش الإرهابي التنظيم دولة إسلامية تنظيم دولة إسلامية خطاهم كله برقبة التنظيم. لا هو أنت سميته مثلا إرهابيين ليه سميتهم إرهابيين؟ شو السبب اللي يدعوك أن تسميهم قبل أنت مشتغل وياهم؟ هسه هسه طبعا الكل تسميهم إرهابيين تبينوا على حقيقتهم بأنه وجه ثاني بأنهم ناس يعني لا ذمة ولا ضمير. هاي كل الناس الأبرياء راحت السجون انترست مورا منه مورا شيء ها لا هو ما بي أي صحة وإحنا نعرف هاي زائلة هاي الدولة مالتهم زائلة يعني كل الموصل تعرف. يحاول تنظيم داعش الإرهابي تحقيق نصر إعلامي وهمي حتى لو بقتل مدنيين في القرى النائية بعد أن تمزقت صورة التنظيم الإرهابي في كل الأراضي العراقية. وفي 20 شباط عام 2019 انطلقت قوة أمنية من خلية الصقور الاستخبارية والفريق التكتيكي لتنفيذ واجب أمني غرب محافظة نينوى. فبعد ورود معلومات استخبارية بوجود مجموعة من عناصر التنظيم الإرهابي يرتدون أحزمة ناسفة يرومون التنقل بين جبال الشيخ إبراهيم وجبال بادوش بواسطة عجلة نوع أوبل مارونية اللون لغرض تنفيذ عمليات إرهابية ضد الأجهزة الأمنية والمواطنين، نصبت خلية الصقور الاستخبارية والفريق التكتيكي كمينا محكما قرب قرية البوير وتم استيقاف العجلة وأثناء محاولة إلقاء القبض على المجموعة الإرهابية داخل العجلة قاوم الإرهابيون عملية الاعتقال مما أدى إلى إطلاق النار عليهم وقتلهم وانفجار الأحزمة الناسفة التي كانوا يرتدونها. في حلقة اليوم أيضا معنا الإرهابي المكنى أبو سمية عمل ضمن ما يسمى التصنيع العسكري لتنظيم داعش الإجرامي في الموصل
ألقي القبض عليه أواخر عام 2018 حين حاول التنظيم الإجرامي إعادة عمل مفارزه في محافظة نينوى. يتحدث اليوم من داخل التوقيف عن كيفية تجنيده وأهم العمليات الإرهابية التي اشترك فيها، وكيف تمكنت خلية الصقور الاستخبارية من ملاحقته إلى محافظة كركوك وإلقاء القبض عليه قبل معاودته العمل مع التنظيم الإجرامي. الإرهابي محمد حازم محمد من مواليد 1995 انتمى لصفوف داعش الإجرامي أواخر عام 2015، وكني حينئذ بأبو سمية. دخل معسكرا للتدريب في ذات الفترة، ثم كلف بالعمل فيما يسمى بمفصل التصنيع العسكري. اشترك في العديد من العمليات الإجرامية وعمل بصفة جندي خلال عمليات تحرير الموصل. ألقي القبض عليه عام 2018 من قبل أبطال خلية الصقور الاستخبارية، وحكم عليه بالإعدام شنقا حتى الموت. اسمك؟ محمد حازم محمد جاسم. مواليدك؟ 1995. سكن؟ الموصل إصلاح الزراعي. ليا تنظيم تنتمي؟ تنظيم الدولة الإسلامية. الولاية؟ ولاية نينوى. ليا مفصل؟ مفصل التصنيع العسكري، قسم الآليات والصيانة. تاريخ انتمائك؟ 2015 شهر 11. كنيتك؟ أبو سمية سيدي. تاريخ الاعتقال؟ تاريخ الاعتقال 27/12/2018. شلون تم تجنيدك وشلون رحت بايعت؟ عن طريق ولد صاحبي، انا يعني دائما نلتقي وياه، قال ليش ما تبايع؟ خذاني عن طريقه، عنده اخو اسمه مغداد. نعم. ذهب بينا الى جامع الاوابين، تواجد بالرفاعي، ثم بايعنا هناك بالجامع عن طريق بيعه جماعيه فرديه؟ بيعه جماعيه، موجودين يعني جماعه، طريق أبو البيعات أبو مصطفى. نعم. من بعدها ذهبنا إلى معسكر، طولت بالمعسكر نهار لين على التصنيع، سحبوني بسرعة يعني ما طول الدورة كاملة. ثم عملت بقسم الصيانة والآليات في ديوان التصنيع، يعني قسم التصنيع. مدينة الموصل؟ نعم مدينة الموصل، ظلت العمل هذا، بعدين تحولت على شنو عملكم؟ كان على شنو تصنيع؟ يعني غسل سيارات وتبديل دهن سيارات التصنيع. نعم سيدي. يعني سيارات تصنيع يعني العناصر التنظيم. نعم سيدي. من بعدها عاد انتقلت الى نقل، يعني ننقل هم يعني اغراض مال تصنيع، مال تصنيع من مولدات الى اليات مكاين، يعني شغلات مال تصنيع. ثم من بعدها سووا كتيبه للتصنيع، من صارت تخدم القوات العراقيه سووا كتيبه مال تصنيع، انضميت للكتيبه مال التصنيع، نصب مفارز بالشوارع من أجل أوصال صورة للقوات العراقية أن متواجدين أكو عناصر للتنظيم هواية بالموصل ورعاب القوات العراقية أن متواجدين. ثم شاركت بالتصدي بمنطقة قراج الشمال. في 24 من كانون الثاني 2017 أعلنت القوات الأمنية عن تحرير الجانب الشرقي لما يسمى بأيسر الموصل بشكل كامل من تنظيم داعش الإجرامي، بعد أن تمكنت القوات الأمنية من قتل المئات من داعش الإجرامي وإلقاء القبض على العشرات منهم في تلك المعارك التي شاركت فيها صنوف القوات الأمنية كافة من قوات مكافحة الإرهاب والشرطة الاتحادية والجيش العراقي بإسناد الأجهزة الاستخبارية والقوة الجوية العراقية. وهذا ما أجبر فلول داعش الإجرامي في الجانب الأيسر على الانتقال إلى الجانب الأيمن الذي تم تحريره في 10 تموز 2017. وهنا اشترك الإرهابي محمد حازم محمد المكنى أبو سمية بعمليات إرهابية عديدة مع عناصر التنظيم، كان الهدف منها منع القوات الأمنية من تحرير أيمن الموصل، بعد أن استخدم التنظيم عناصره كافة بتحويلهم مما يسمى الدواوين إلى العسكر لسد النقص الحاصل لديه في المقاتلين بعد قتل المئات منهم في المعارك. هاي المؤازرة نروح هناك خط صد يعني. نعم سيدي. هناك العسكر قدامنا واحنا الخط وياهم ويا العسكر. يعني من تطلعون؟ نعم سيدي. ويا العسكر شو يسموا هذا الموضوع؟ هاي مؤازرة نروح هناك يعني مؤازرة. نعم نطلع مؤازرة، مؤازرة العسكر يعني خط صد لهم وراهم قطع.
ثم بعد ذلك تحولنا على الأيمن، نزلنا مفارزا بدورة اليرموك ومناطق، وثم قامت القوات العراقية بالتقدم وقمنا التصدي لها منطقة اليرموك. ايش قد كان عددكم؟ مفارز يعني مقسم تقريبا للعدد 60 يجوز اكثر، بس مفارز يعني مقسمة يا منطقة؟ منطقة اليرموك. نعم سيدي. وبعدين؟ من بعدها صارت عاد طلعنا أنا وأهلي، انهزمنا ويا العوائل النازحة، ذهبت باتجاه كركوكس، كانت محافظة كركوك. بعد تحرير الجانب الأيمن من الموصل، خرج بعض عناصر التنظيم من المدينة لينتقلوا إلى محافظات أخرى متخفين بين العوائل النازحة عبر استخدام أوراق تعريفية مزورة، ومنهم المكنى أبو سمية الذي رافق ذويه لمحافظة كركوك ليستقر فيها لأشهر عديدة، حتى تلقى اتصالا من الإرهابي بشير سالم المكنى طه الذي طالبه بالعودة إلى محافظة نينوى للعمل ضمن صفوف التنظيم مرة أخرى. اتصال من طه أمير اللي أسس التنظيم الجديد، أمير مفارز نينوى، خابرني لأكثر من 3 أو 4 مرات، طلب مني يعني الانضمام من جديد لعادة التنظيم والذهوب وياه، ياخذني باتجاه منطقته جبل أو شوف وين، قال أني أضمك للتنظيم الجديد. 3 أو 4 مخابرات قامت القوات العراقية. سيدي طه وين كان يتواجد؟ طه يتواجد يقول أنا بالجبل وهاي، بس ما حدد يعني ما يحدد موقع مكان. شنو عنده هناك؟ شنو وضعيته؟ ما قال، يقول زينين بس تعالوا محتاجين يعني عناصر وهاي. يعني عنده مفارز هناك؟ ما قال، قال بس محتاجين عناصر بدك تجي أنت وذاي. ما دعاك ال... نعم سيد دعاني لل... نعم سيد لأكثر من مرتين، 3 مرات أو شيء. طه شنو اسمه الكامل؟ تعرفه؟ طه اسم عارف بس اسمه، بس اسمه الكبش. شنو اسمه؟ بشير سالم. بشير سالم؟ اي بس ما اعرف. ومن اقاربك؟ من اقارب يعني خالة ابوي، بس ما اعرف اسمه الكبش، هو جرجر يعني بالاصل. اسمه بشير. بشير سالم؟ نعم سي. قال لك شنو منصبي؟ امير مفارز، مسؤول مفارز نينوى بالانتم يعني بالتنظيم الجديد مال ولاية نينوى. ما احكي لك عن عملياتهم. ما حكى، قال تيجي ما لين يقول ما اقدر احكي الا تيجي وتنظم وتجي الى عنا واداء. الغايه من هاي المفارز شنو؟ غايه اعاده التنظيم يعني بالموصل وهاي، بس 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 راوغت القوات العراقيه لزمتني يعني بعد ما يتحرك، بس مجرد اتصال صار. حلو اقول. نعم سيدي. حاولت تجي من كركوك؟ ده حاول ما حاول يعني أهلي وما أهلي، وقامت قبل القوات العراقية يعني مباشرة. ما من كان وياك بعد؟ من جينا من كركوك سيدي؟ ألقينا القبض عليه. محمد عواد اسمه. محمد شنو كان يشتغل؟ كان يشتغل رجل هناك أما بكركوك، بس ما يعني هم دعم طه من نفس الحالة يعني دعاء للتنظيم، قام قوات العراقية بإلقاء القبض عليه. حاول التنظيم الإرهابي الوصول والعودة بشكل جزئي إلى محافظة نينوى عبر تشكيله العديد من المفارز الإرهابية، مستغلا المناطق الوعرة الصحراوية غربي المحافظة. فكلف أوائل عام 2018 الإرهابي بشير سالم محمود المكنى طه بإعادة هيكلة التنظيم في المحافظة. لهذا عمل طه على الاتصال بالعديد من عناصر التنظيم المتخفين في داخل البلاد في محاولة منه لتشكيل مفارز قادرة على تنفيذ عمليات إرهابية ضمن أراضي نينوى. شغل طه منصب آمر مفارز قاطع نينوى لداعش الإرهابي، فعمل على جمع شتات فلول التنظيم وحاول إحياء بعض الخلايا النائمة وبضمنها الإرهابي محمد حازم المكنى أبو سمية وغيره،
وركز الإرهابي المكنع طه بحسب المعلومات الاستخبارية على دفع عناصر التنظيم على تنفيذ أي عملية إرهابية مهما كانت بهدف تحقيق نصر إعلامي ومحاولة زعزعة الأمن داخل الموصل بشكل خاص. بعد أن أذاقت خلية الصقور الاستخبارية وأبطال مديرية استخبارات ومكافحة إرهاب نينوى عناصر التنظيم الويل عبر الملاحقة والمتابعة والرصد، والتي دائما ما تؤدي إلى إلقاء القبض على تلك العناصر الإجرامية. وفي 27 من أيار 2019 تحديدا انطلق أبطال خلية الصقور والفريق التكتيكي نحو جبال العطشانة، والتي باغتت فيها القوة عناصر داعش الإجرامية المتحصنين داخل تلك الأنفاق، وتمكنت القوة الأمنية من قتل الإرهابي طه مع أكثر من 10 إرهابيين كانوا متواجدين معه، بعد أن قاوم أفراد المفرزة الإرهابية عملية الاعتقال وبادرت بإطلاق النار تجاه أبطال خلية الصقور الاستخبارية التي ردت وقتلت جميع أفراد المجموعة التي كانت متحصنة داخل نفق متعدد الاتجاهات. لاحق أبطال خلية الصقور الاستخبارية ومديرية استخبارات ومكافحة إرهاب نينوى المفارز كافة العاملة تحت أمرة الإرهابي بشير سالم المكنى طه، وتمكنوا من اعتقال عدد كبير من أفرادها تباعا، وضبط عدد من العبوات اللاصقة والناسفة والأسلحة الكاتمة والقنابل اليدوية في المخابئ والأوكار التي يتحصنون بها. ألقى أبطال خلية الصقور الاستخبارية القبض على الإرهابي محمد حازم المكنى أبو سمية برفقة أحد الإرهابيين بعد متابعة استمرت لأشهر عديدة، وها هو اليوم يشرح لنا أسباب انتمائه وما آل إليه مصيره بعد عرضه على القضاء العراقي. شو الأسباب اللي خلتك تنتمي لعصابات داعش؟ الأسباب شباب يعني، و نلتقي وهاي، وقال انا اخويا بالتنظيم، ما تنظيم وليش ما تجي وياي صديقي؟ قلت له اي نروح، تعرف انت الجامع وتنظيم، ورحنا عاد للجامع وبايعنا عن طريق. ما تعرف مصيره وين هذا الطريق؟ ما تشوف قدامك شنو منهج هذا الطريق؟ ما امسي بالنتيجه ايش حصل اهل الموصل من هذا التنظيم؟ ما حصل غير الخراب والقتل والهدم، يعني ما تفرد العوائل والقتل وخرب، ما اكو اي شيء. نتيجتكم؟ نتيجتنا بالسجون تحت القوات العراقية، سجون والكثير من قتلوا بالمواجهة المباشرة. نعم سيسا. شو تقول عصابات القتل والتنظيم اليوم؟ لأي دليل ناصر هيك فكرة؟ شو تقول لك؟ أنا أقول يتركون هذا الفكر ويسلمون أنفسهم للقوات العراقية، لأن مصيرهم نفس الشيء، مصيرهم مثل مصير ومصير غيري وغيري ملقى القبض علينا، يعني ما أكو مفار من القوات العراقية لأي مكان. فعد الأحسن أن يسلم نفسه أحسن من يعرض نفسه لغير بعد مسائل وغير وغير، يجي أنا يأكل جزاء ومحكم عدل. مصير طه القبض وقاتل، هذا مصير أول وتالي، يعني ملزوم طه، يعني مهما بعد وحاول وفر مصيره حال القبل والقبل أم تحت، يعني القبض القوات العراقية ماسك التوسع ولا بعد حين انحكمت؟ نعم سيدي انحكمت. شنو حكمت؟ حكم كان إعدام.
يسعني في النهاية إلا أن أحيي بإجلال مجلس القضاء الأعلى وإعلام السلطة القضائية ورئاسة محكمة استئناف نينوى الاتحادية، محكمة تحقيق نينوى المختصة بقضايا الإرهاب والقاضي المختص لما يقدموه من دعم كبير وتعاون لا مثيل له من أجل بسط سلطة القانون والحفاظ على استمرارية البرنامج. وتحية إجلال لمديرية الاستخبارات ومكافحة الإرهاب ضباط ومراتب وعلى رأسها المدير العام اللي يتميز فعلا في إدارته وتوجيهاته لبقية المديريات في إلقاء القبض على المتهمين بمحافظة نينوى، وتقدير الكبير للأبطال في خلية الصقور الاستخبارية بمحافظة نينوى والفريق التكتيك التابع لها ضباط ومراتب لما قدموه بهاي الفترة من تضحيات كبيرة وسامية من أجل راحة وأمن المواطن العراقي. وشكرا كبيرا لوزير الداخلية ومديرية إعلام وعلاقات الوزارة على تعاونهم اللامحدود في إنتاج البرنامج، وتقدير الكبير لوكالة الوزارة لشؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية وقسم الإعلام في الوكالة